انا سامعك بتقول ان هي اول مره تتحل. اه فعلا هي اول مره تتحل. عوامه عربيه الاونو، هو الاونو عموما مشهوره ان عيبها العوامه، وطبعا او تعتبر لها عوامه كتير، بس اشهر عطل وحتى عم سيد قالهولي قبل كده ليه؟ قله البنزين. هو قله البنزين سبب، بس هي العوامه بتاعت البنزين عامه في اي عربيه من اجدد عربيه لاقدم عربيه دي بتكون شريحه ضعيفه، مع الوقت الشريحه دي بتتاكل. بتبقى يعني هي استخدامها بيكون كده، هي بتتاكل لوحدها لان ده بيكون سلك حراري ضعيف جدا. ايوه فهو طبيعته ان هو مع النزول والطلوع السلك ده بيتاكل. أيوة. فده طبيعي في اي عربيه ان هو بيتاكل، لان دي ما بيخشلهاش كهرباء. فمش سوء استخدام ولا حاجه، لا هي بتبوظ لوحدها. عمر افتراضي بس عمر قليل. بالظبط كده، لان هي بتكون شريحه ضعيفه جدا. دي عوامه البنزين بتاع عربيتك انت. طبعا كل ده احنا مالناش دعوه بيه. اللي بيبوظ في العوامه بيكون فيها سلك حراري من جوه. شايف السلك الحراري دوت؟ لو انت بصيت هنا هتلاقي في سلك رفيع جدا. ده ما بيبص نتيجه عيب او مشكله، ده بيبوظ نتيجه ان انت ده شغل. مع الطلوع والنزول بتاعها فده بيحصل فيها عمليه. الاستخدام العادي اليوم. الاستخدام العادي. ده اللي بيبوظ. بالظبط كده، لان دي بتكون عباره عن شريحه. الشريحه ديت مع الوقت بتتاكل لوحدها. ما بيكونش لا سوء ما بيكونش مشكله يعني في العربيه ولا حاجه. فدي في اي عربيه من اجدد عربيه لاقدم عربيه، هي بتبقى بالطريقه دي كده، بتبقى عباره عن شريحه. الشريحه دي مع الوقت بتتاكل. فاحنا بنغيرها لان دي اصلا ما بينفعش فيها حاجه. يعني ايه حته حديده صغيره؟ عباره عن حته شريحه بسلك حراري. ايوه. فهو السلك الحراري ده مع الوقت بيتاكل، بيحصل فيه عمليه الجزء النحاسي دوت. الجزء اللي هو النحاسي اللي جوه دوت اللي انت شايفه ده بيبقى في اي عربيه. سواء جديده او قديمه. تمام. فدي مش مشكله، دي طبيعه اي عربيه. طبيعيه. دي الامر ده بيبوظ كل قد ايه مثلا في الحياة؟ يعني كل كام سنه او كل كام؟ لا هو ملوش مده معينه، هو ده بيكون يعني ايه كتر استخدام مش اكتر. كتر استخدام. كتر استخدام. انما دي في التقرير معايا احنا بنفكها في الاول، بتقول لي دي اول مره تتفك. يعني العربيه دي من موديل 94 حوالي 27 سنه ما اتفكتش العوامه قبل كده، يعني ما اتغيرتش اصلا. تمام. ده كتر خيرها ان هي عايشه. هو كويس جدا، ما انا بقول لك، انما هو ما فيش حاجه، لان دي ما بيخشلهاش كهرباء اصلا. دي بتشتغل عباره عن هي ايه، بتشتغل ارضي. بيدي امر ارضي عشان خاطر تشتغل بس، لان دي ما بيخشلهاش كهرباء خالص. عوامه البنزين ده في اي عربيه. في اي عربيه. بتدي اشاره بس ان الامبير واللمبه يشتغل، امبير البنزين ولمبه البنزين. لكن العيب مش في اي جزء من الاجزاء. لا 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 يعني ما فيش اي جزء. الجزء دوت ولا في الجزء الثاني. هو بيبقى لا لا لا، هي بتبقى المشكله في الشريحه، والشريحه نتيجه استخدام مش اكتر. طب هنغيرها دلوقتي؟ بالظبط كده. يلا بينا. هنغيرها. انا هنا بنفكر ده اختبار الضفيره، ده اختبار ان انا بشوف العربيه فيها مشكله ولا مفيش مشكله. بمسك بفك لندا زي دوت وبجرب الفيشه الاول. المفروض ايوه دي فيشه عوامه البنزين. تمام. اللي هي فيشه الامبير واللمبه. اه المفروض انا لما ادي اشاره هنا بمفك لندا الامبير او اللمبه يشتغلوا عندي. تمام. دوس كده عندك وانا هروح على الكاميرا كده. المفروض ايه اللي اشتغل عندك كده؟ لمبه البنزين بتنور اهي. كده لمبه البنزين بتنور كده مفيش مشكله. المفروض لما ادي الثاني الامبير بيقوم رافع معايا زي كده. تمام كده يبقى العربيه ما فيهاش اي مشكله. ايه اللي بيتحكم بقى في الكلام ده كله؟ في الامبير وفي اللمبه. العوامه بتاعت البنزين نفسها هي اللي بتدي اشاره للامبير وللمبه ان هم يشتغلوا. دي وظيفتها. شايف ان هي بتديها الاشاره الصغيره دي. يعني هي كتفيره كهرباء سليمه، كفيشه سليمه. بالظبط كده. العوامه بقى والحديد اللي جوه هي اللي بتقول لها كده ننور، كده نرفع، كده ننزل. بالظبط كده. تمام. عملنا اختبار للضفيره، الضفيره تمام. تمام. والاسلاك تمام والتوصيلات تمام. كل حاجه كده تمام في العربيه. يبقى كده في المشكله كانت في الشريحه نفسها. كانت في الشريحه. احنا كده عملنا الشريحه، المفروض لما تحط العربيه بنزين بيرفع، بيبقى عباره عن حساس حراري. بيرفع كل الامبير لما بيرفع، كل العوامه لما بترفع، كل ما بيقوم الامبير رافع معاك هنا فوق. تمام. بس كده. كده بنحط الفيشه كل حاجه بتشتغل. تمام باذن الله. كده مفيش اي مشكله عندنا باذن الله. بنركب الفيشه. كده بتحط بنزين للعربيه، كل حاجه بتشتغل تمام باذن الله. والبنزين يقل تنزل معاه عادي تدريجيا والدنيا تمام. بالظبط. بتقوم اللمبه منوره عندك. طيب دلوقتي احنا بالنهار قعدنا نظبط العوامه، وقعدنا نظبط الحته الحديد اللي انت قلت لي عليها باشمهندس محمود لحد ما ظبطناها. هنجرب بقى اوريكم اللي هو اولا ظبطت التابلو بتاع العداد، كان ضلمه. احنا كده اشتغلت العوامه، اتظبطت. بص بقى ده من شده الاضاءه ومش باين في الكاميرا كويس من كتر ما بقى منور. بس اتظبط العوامه اخيرا، اتحلت مشكله عوامه التمام الاونو. لو في كمان اضاءه تحت وركبها لي كتر خيره، الصراحه عملت لي شغل جميل في التمام. انا مش عارف اقول لك ايه مش عارف اشكرك ازاي. يعني انت حليت لي مشكله انا ما كنتش عارف البنزين ابدا، ما كنتش عارف البنزين في عربيتي مستوى ايه. هي كانت دايما قاريه نص معايا، ما بتقوليش هي كام. هي المشكله كانت بسيطه، بس انت اللي مكسل تعمل. هي المشكله كلها يعني هي مجرد شريحه وبتتظبط. انا عايز اقول لك ده اول مره يبقى عيب في العربيه انا مش السبب فيه. هو ده على فكره بالنسبه للعربيات بتاعتك، انما هي العربيات كلها بالنسبه للعوامل بتاعت البنزين
اي برامج يعني تعتبر هو كل المشكله واحده اللي هي الشريحه بتاعه البنزين وسلك حراري، فدي بتبقى محتاجه يا ظبط يا اما تغيير. احنا كنا بنصور معاكم النهار والليل نازل علينا، هي الحكايه هتطول شويه بس شوية. انت كنت بس انت خلاص ده شغل انت هيريحك لسنين قدام، الشوط ده مش هتقيله ثاني. اللي يدور عليك او اللي يحب يجي لك فين؟ يجي لك على الوراق في شارع ثلاث السواحل. شارع ثلاث السواحل جنب النساجون الشرقيون، بجوار النساجون الشرقيون. باشمهندس سيد الكهرباء حبيبي يا ابو سيد، تحت امرك اللي انت عاوزه. شوفكم في فيديوهات تانيه كتير.